زلنا مع الهدف الوحيد حتى هذه اللحظة، استلام على طول من جانب ميسي، مرر الكرة إلى ديمبلي، ديمبلي ميسي ووجود جريزمان معاهم طبعا، مثلث الأمامي اللي كان المفروض يبدأ كده، وادي التعادل، هو التعادل. ميسي دائما وأبدا، أدي بقول لحضراتكم، يتمنى دائما وأبدا إن الكرة تصل إلى ميسي عشان ينقذ الموقف، وميسي بعد لحظات قليلة من دخوله يسجل أمامنا كالمعتاد. ميسي يسجل هنا في هذه المباراة هدف التعادل في الدقيقة 59، لكن بص الكرة بقى لما يعني تصل إلى ميسي، يعني البارسا مع ميسي شكل وطعم ولون مختلف تماما. البلاو جرانا بألوانه، يعني ألوانه الزاهية.